هو ايه بقت مجاعة خلاص؟ 755 ألف واحد بيموتوا في خرطوم ودارفور والجزيرة؟ طب هو التطبيع اللي حصل هو السبب مثلا، ولا منجم الذهب وقصته؟ ما هو بصراحة الموضوع متكتم عليه بطريقة غريبة جدا يعني. الضيف بقى اللي بيجي المفروض يدخل من الباب مش من الشباك، لأن ساعتها مش هيتقال عليه ضيف، ده هيتقال عليه ايه بقى؟ هجام وحرامي وجاي يسرقني. 10 مليون دولار يا فندم من حقك أنت يا مصري، وبيتصرفوا على غيرك، وكمان مواردك كمصري مش بتستفيد بيها. بص انا جاي اقول لك على شويه حاجات كده تفهمها النهارده احسن ما تفهمها بعدين، لان اللي بيحصل في السودان دلوقتي يا جماعه بيعمل لك كوارث في بلدك وبيتك، وبيأثر على مستقبل عيالك كمان. هتقول لي لا ما تقلقناش بقى يا عم عبد الفتاح، هقول لك لا اقلق يا فندم، بس انا عندي سؤال قبل ما ابدا، هو لمصلحه مين التكتيم اللي بيحصل في السودان؟ ممكن حد يجاوبني؟ يعني انا بجد مش فاهم هو في ايه. انا مش جاي اقول لك دلوقتي ان النهارده برهان سيطر مثلا على كام مدينه، ولا حميدتي كسب انهي جوله، وان هو سيطر على اللي هي المنطقه اللي اسمها ميرم الحدوديه مع جنوب السودان اللي هي بتضم لواء تابع للجيش، ها لا، انا بقى جاي اقول لك النهارده ان الوضع فعلا يرعب يا فندم، وان الحهره به اسبابها كتير جدا. بس علشان نفهم يا جماعه اللي بيحصل صح، ارجع معايا ل 2017. في السنه دي يا جماعه سيطرت قوات حميدتي على منجم ذهب عامر لو تفتكر، وده واحد من اكبر منجم الذهب في العالم كله، مش السودان بس، مش كده؟ والمنجم بقى ده يا سيدي كان لسه ايه طازه زي ما بيقولوا كده وبخيره. المنجم ده بقى بينتج قد ايه يا عبد الفتاح؟ تقريبيا 50 طن ذهب في السنه الواحده. وعلشان تقدر تتصور يعني ايه 50 طن ذهب في السنه الواحده، فخليك عارف ان دوله زي مصر اجمالي او كل احتياطيها من الذهب هو 125 طن. انا بقى بقول لك ان المنجم ده لوحده بيطلع 50 طن في السنه الواحده، مش كده؟ المهم بقى يا سيدي، مين القمر او المستورد الاول للذهب دوت من حميدتي؟ الله ينور عليك، روسيا. لا مش الثانيه اللي جت في دماغك، لا هي روسيا، تمام كده؟ امشي بس معايا دلوقتي علشان في حكايات وروايات في الفيديو ده. سؤال بقى معلش الاول، ممكن سيادتك اللي بتتفرج عليا دلوقتي تقول لي هي الثوره على البشير كانت قامت سنه كام؟ الثوره على البشير كانت سنه كام يا فندم؟ علشان انا بس ناسي. 2018 صح؟ تمام. السؤال بقى الثاني اللي وراه، طب هو ليه يا فندم حميدتي ما وقفش جنبه ليه زي كل مره؟ والمره دي وقف جنب الشعب، اشمعنى المره دي تحديدا؟ ايوه كده، القط معايا بقى، مش كده؟ فهمت حضرتك حاجه؟ طيب حد يقول لي قصدك عبد الفتاح ان روسيا هي السبب في اللي بيحصل ده؟ هقول لك الله اعلم، بس انا عايزك ما تتسرعش، لانك هتسمع اسامي كتير جدا في الفيديو ده. المهم بقى ان الامور كانت ماشيه في الفتره دي تمام جدا ما بين مين؟ البرهان وحميدتي، لان هو كان ساعتها النائب بتاعه. حلو كده؟ حلو. هوب بعديها حصل ايه؟ الانقلاب، وكنا اتكلمنا قبل كده عنه في اكتر من فيديو، بس انا عايزك بقى تيجي معايا لسنه 2020 واتفاقيه ابرام، وده كان التطبيع ما بين السودان والكيان ابو طفيره، مش كده؟ فالمفروض ساعتها ان الضفاير يدعموا مين؟ السودان، حلو كده؟ اللي هم يعني يدعموه في الحهره به ضد مين؟ حميدتي، حلو قوي، بس هم شايفين المصلحه مع مين؟ والذهب مع مين يا فندم؟ الله ينور عليك، مع حميدتي والدعم السريع. فالسودان كانها بالظبط عملت صفقه في شنك مع الشيطان او الكيان يعني، ومتخيله ان هم هيدعموهم بجد ضد حميدتي، حلو كده؟ لكن للاسف اتقلبت ضدهم. لو انت بقى مش فاكر او مش مصدقني او مش متصور الموضوع، تعال اثبت لك، وركز جدا لان اعتبر الفيديو هيبدا من دلوقتي. 2022 طياره تابعه للموساد نزلت المطار بتاع الخرطوم، قعدت 45 دقيقه بالظبط، وسلمت جهاز تجسس لمين؟ للقائد بتاع الدعم الزفت السريع اللي هو حميدتي ابو طفيره، مش كده؟ وده مش كلامي، ده كلام مين؟ هارتس وار تي نيوز اللي هي الروسيه. فكده بقى يا سيدي واضح ان الدعم بيروح فين؟ الله ينور عليك. والمصلحه دايره مع مين بقى دلوقتي؟ واتنست تماما خلاص التطبيع، تمام كده؟ قدام المصالح والغنايم. طيب مركز معايا لحد هنا؟ حلو. الفكره عارف بقى في ايه دلوقتي؟ ان هي خناقه مصالح، والله، واللي متدمر فيها مين؟ الشعب السوداني الغلبان، ما بين بقى قتل وتعذيب ونهب واغتصاب، يعني مش قادر اقول لك بالظبط اللي بيحصل. وعايز اقول لك ايه بقى؟ يعني اخواتنا السودانيين والسودانيات اللي هربوا على اثيوبيا، دوله كده اسمها اثيوبيا، يعني مش عايز اقول لك اتعمل فيهم ايه، تمام كده؟ بس يعني هتك عرض وصخره وكسره نفس وغيره علشان حد بس يجي يقول لك اصل مصر وما اعرفش ايه. يا فندم ده مصر برقبه اي دوله ثانيه، حلو كده؟ في جدعانه شعبها. مهم عايز اقول لك بقى ان وحده مكافحه العنف ضد المراه في السودان اعلنت ان في عدد حوالي 5000 حاله عنف ضد المراه في 2023 بس، تمام كده؟ ما علينا من ده لان يعتبر كلام ترفيهي، لكن اللي مش ترفيهي يا فندم ان المقابر الجماعيه اللي في دارفور اللي فيها تقريبا 80 شخص مدفونين بالحياه،
بس كده ويقفوا على كده، لا ده بيخلي حد من اهل او من نفس العيله يدفنوا بعض. اه زي ما انت حضرتك سمعت كده، انت متخيل؟ وكل ده في كميه تعتيم مدروس وممنهج تماما. ده طبعا ده يعني غير تقرير اللي هو طلع من CNN اللي بتقول ايه بقى، ان هم لقوا تقريبا 30 مقبره جماعيه لناس بيتنفس فيهم احكام اعدام. تمام كده، الناس دي مدنيين عادي جدا، لا جيش بقى ولا حد معاه سلاح، ناس عاديين. ده غير كمان اخر تقرير اللي تعرضت فيه تقريبا 14 منطقه معرضه للمجاعه، وده هيوصل اكتر من 700,000 انسان للموت بسبب المجاعات والامراض اللي موجوده هناك. طب بس بقى، ما فتح كفايه كده بقى، اخرتها ايه بقى؟ الموضوع ده هيخلص على ايه؟ بص، علشان اكون صريح معاك يا فندم، الامور بتتجه من السيء للأسوأ، ودي مش اخرتها، دي اولها. وطول ما الخناقه يا جماعه على المصالح، عايز اقول لك ان مفيش اي حاجه تتحل للاسف. وعايز اقول لك كمان ان الضرر بقى يطولك انت كمان في بلدك. تقول لي يعني ايه يا عم عبد الفتاح؟ بص، انا عايزك تركز جدا في الكام كلمه اللي جايين دول، مش كده؟ لان هم فعلا مهمين وبيأثروا عليك وعلى مستقبل اولادك. بص يا فندم، الحوار بدا من 2011 لما حصلت الثوره اللي هي فين، الحرب الاهليه بتاعت سوريا. بدات اخواتنا السوريين يهربوا لمين؟ لدول الجوار زي العراق ولبنان وتركيا وغيرها. وقتها بقى انت حضرتك كانت الامور عندك مش مستقره، كان عندنا ثوره، حلو كده، وانتخابات وليله كبيره يعني. المهم بقى، بعد الثوره والانتخابات والقصه اللي دارت ديت، جم السوريين فين؟ لمصر، واتفتحت المجال ليهم، ودخل مئات الالاف من اخواتنا السوريين ما بين لاجئين وما بين مستثمرين، والارقام في ازدياد بشكل كبير جدا. اتكرر نفس الموقف من سنه تقريبا، بس المره دي مع مين؟ الله ينور عليك، اخواتنا السودانيين. طبعا لما حصل عندهم الحاهر هبه والقصه دي كلها. بس لما الموضوع بقى يقلب باستغلال، لازم يبقى فيه وقفه يا فندم. تقول لي ايه اللي حصل بقى عبد الفتاح؟ بص يا سيدي، مصر اطلقت على الناس دي كلمه ضيوف بدل لاجئين. فالضيف اللي بيجي بيتك المفروض يدخل منين؟ من الباب، ما يدخلش من الشباك، لان ساعتها مش هيتقال عليه ضيف، لا ده يتقال عليه هجام وحرامي وجاي يسرقني ويسرق اهلي، حلو كده؟ ولما كمان يا فندم حضرتك تدخل من الباب، المفروض يحصل ايه؟ تقعد باحترامك وبادبك، وما يعني ما تقومش مثلا فجاه كده تخش المطبخ وتجيب اكل وتقعد تاكل ده مع نفسك كده. يعني وتتطول كمان على اهل البيت وتعلي صوتك على اهل البيت، دي اسمها يا فندم بجاحه، ومش هينفع اقول لك حاجات تانيه، دي بجاحه. وان انا اديتك ايدي كلت دراعي زي ما بيتقال، مش كده؟ طيب اصل يا جماعه، الناس دي في منهم متعلم ومحترم والكويس ونشيله على راسنا، وفي اللي داخل بشكل غير شرعي والحرامي، حلو كده، والبجح كمان. والنوع ده بقى يا فندم للاسف بيعود بالضرر عليك وعليا وعلى اي مواطن مصري، حلو كده؟ الموضوع وصل يا فندم لهلك واهدار الموارد والشبكات والبنيه التحتيه وموارد الدولة بشكل واضح، تمام كده؟ واستهلاك المية أكتر من الطبيعي، اللي احنا أصلا داخلين على مشكلة الملء الخامس وهنشوف قصتها بعدين، وبرضه غير موضوع الشقق والإيجار، تمام كده؟ يعني عايز أقول لك إن في أماكن كتير جدا، أولهم مثلا فيصل وغيرها، إن ممكن أأجر شقة ب 15,000 جنيه، السوداني ينزل ب 15,000 جنيه أجرها، وتلاقي جواها عايشين بتاع 10 15 بني آدم عادي جدا، ويقسموا فلوس عليهم، حلو كده؟ ده بقى عمل إيه بقى؟ عمل يا فندم فجوة في سعر العقارات في مصر. فيجي المواطن الغلبان المصري عايز يأجر شقه ب 3000 و4000 جنيه، تمام كده؟ فصاحب البيت يعمل ايه؟ يقول لك لا، انا اولى ان انا اجرها ب 10 و15000 جنيه لواحد سوداني. فانت ممكن تبات حضرتك انت واسرتك وعيالك في الشارع، تمام كده؟ يعني في شارع بلدك في دولتك عادي جدا، لو الموضوع استمر بالشكل ده، ولو الدوله ما استمرتش كمان في المبادرات الكويسه اللي احنا شايفينها الفتره دي. طب السؤال بقى يا عم عبد الفتاح، الدوله اخذت اجراءات؟ اخذت اجراءات صارمه، ودي حاجه بصراحه بنحييها عليها، ترحيل الغير قانونيين وعدم تجديد اي اوراق ليهم مره تانية. طب لو جينا بقى الملف الكهرباء، وكنا اتكلمنا عنه قبل كده، بس عايز اقول لك حته صغيره، ان الناس دي سبب كبير في انقطاع الكهرباء. هتقول لي يا عم انت بتطبل؟ ما بتطبلش، انا مش بطبل، بقول لحضرتك في قصور في الدوله، طبعا في قصور، بس بقول لحضرتك لما يدخل لك عدد انت مش مرتب له، نفس اللي حصل في الحج في السعوديه، فبالتالي هيحصل اضرار، منطقي، لان الناس دي بتستخدم موارد حضرتك. وكلامي هنا على الناس اللي بتدخل بشكل غير شرعي، لكن الناس اللي بتدخل بشكل شرعي على راسنا طبعا واخواتنا، وما عندناش اي قصه معاهم. بس عايز اقول لك بقى ان الموضوع قلب ببلطجه. تقول لي بلطجه ايه يا عبد الفتاح؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك يا فندم، نزل اكتر من فيديو، واخرهم واحد فيديو لواحد سوداني بيقول لك انا اهو لسه داخل مصر تهريب، وبيصور نفسه في الاسانسير بشنطه، حلو كده؟ يعني ناقص يقول لك اللي عايز يعمل زي يكلمني، حلو كده؟ ليه بقى؟ لان هم اصلا في منهم في مصر كتير جدا بتدخل بعضهم تهريب، حلو كده؟ وبياخدوا بالدولار عادي يعني. ده غير الدكتور السوداني اللي قال لك انا بعمل عمليات ختان للاناث في فيصل. يا جماعه اللي انا بقول لكم ده اقسم بالله حاجات كارثيه يعني. والحمد لله الدوله قضت عليه وخلصنا منه. الاخبار دي كلها يا فندم انتشرت على السوشيال ميديا مؤخرا، وده اللي عمل حاله احتقان في الشارع المصري بشكل عام.
فكان لازم الحكومة تتدخل وتوقف الموضوع ده عند حده. جات الحكومة بكل احترام وأدب، امشي معايا كده، في آخر حاجة بتقول لك إيه بقى؟ أنا مش محتاجة من سيادتك يا أخ يا سوداني غير إن أنت لو سمحت، لو تكرمت، تروح تسجل إن أنت لاجئ عندي. فيها مشكلة؟ هتضايقك؟ فيها يعني أي حاجة؟ لا. الناس قالت لك أنا مش هعمل كده يا فندم. معظمهم قال لك مش هروح أصلا. والناس دي راحت اتظاهرت وعملت حوارات وحكايات. طب يا ابني ما هو نفس المشوار، انت رحت تظاهر، روح سجل نفسك. قال لك لا احنا مش هنروح، وعملوا حكايات بقى واحنا غلابه ما اعرفش ايه. ما انت لو دخلت على موقع المفوضيه اللي هي الساميه بتاعت الامم المتحده ديت لشؤون اللاجئين، هتلاقي ان المقيد بالحالات اللي انتوا بتعملوها دي، المقيد كلاجئين عندنا في مصر ما يقرب من 670 الف لاجئ بس. فالعالم كله شايف ان انا عندي 670 بس، فما عنديش اصلا يعتبر كده لاجئين. وطبيعي ان انا ما يجيليش معونات، ان انا عندي لاجئين المفروض يجيلي معونات، انا كده ما بيجيليش حاجه، يا دوبك على قد 670 الف ولا الرقم ده، مع ان انا عندي اكتر من 9 مليون، وده بياخد من موارد حضرتك اكتر ما مثلا 10 مليار. ده غير اني اصلا عندي مشكله زي ما بقول لك في حاجات كتيره جدا الفتره ديت. حلو كده يعني، وهنعمل فيديو بعد كده عن ده لوحده. فكل ده حقيقه الموضوع، المواطن رقم واحد اولى بيه. احنا مش بنقول يا جماعه الناس دي ما بتقعدش، بل بالعكس احنا بنرحب بيهم وعلى راسنا، بس خليك ضيف يا فندم واقعد باحترامك. تمام كده؟ في النهايه ربنا يا رب ينصر مصر ويرفع رايتها وينصر اخواتنا فلسطين والسودان، وشكرا لكم.